الزواج سنة الحياة، عبارة نسمعها كثيرا ونرددها، غير أن البعض يختار طريق العزوبية لأسباب شخصية تختلف من شخص لآخر. وحتى في الوسط الفني هناك عدد من المشاهير الذين اختاروا السير في حياتهم بمفردهم دون شريك. وفي هذا الفيديو الجديد سوف نتعرف على بعض هؤلاء وأسباب اختيارهم للعزوبية. اضغط لايك وتابع معي. محمد منير المعروف بالكينج أحد أشهر الفنانين العزاب في مصر، رغم أنه تزوج مرة واحدة في حياته من فتاة نوبية تدعى داليا يوسف في عام 2014، إلا أن الزواج لم يستمر سوى شهرين فقط. منير أعرب في تصريحات متلفزة عن أنه لم يكن يخطط للعزوبية، لكنه فوجئ بمرور السنوات حتى وجد نفسه في 60 من عمره دون زواج دائم. نيرمين الفقي، الفنانة المصرية التي بلغت 50 هذا العام لم تتزوج بعد. السبب يعود إلى أنها لم تجد فارس أحلامها المناسب، بالإضافة إلى رفض والدتها العديد من الرجال الذين تقدموا لخطبتها فيما مضى. نيرمين تؤمن أن الزواج قسمة ونصيب، وأن الحياة لا تعطي الإنسان كل ما يريد. إليسا، النجمة اللبنانية صاحبة الأغاني العاطفية وملكة الإحساس، لم تتزوج حتى اليوم. خاضت عدة علاقات لم تكتمل، وصرحت في عدة مقابلات تلفزيونية أنها كانت تتمنى أن تصبح أماً عندما كانت أصغر سناً، لكنها ليست نادمة على عدم الزواج، لأنها تؤمن بأن ليس كل الناس مخلوقين ليصبحوا أمهات وآباء. شذا حسون، فنانة عراقية شهيرة لم تتزوج بعد رغم تجاوزها سن 40. شذا تعتبر أن حياتها الفنية المليئة بالحفلات والسفر سرقت منها حياتها الشخصية، وأكدت أن زواج الفنانة أصعب بكثير من زواج أي فتاة أخرى بسبب طبيعة العمل والالتزامات الكثيرة. خالد أمين، الفنان الكويتي الذي يقارب عمره نحو 50، لم يتزوج حتى الآن. في أحد اللقاءات التلفزيونية أشار إلى أنه يرفض التدخل في حياة الآخرين وتفاصيلهم الشخصية، وأنه مرتاح بوضعه الحالي، مؤكداً أن الحب والزواج لا يتفقان دائماً، وأن الزواج شأن شخصي للغاية. عبد الله بالخير، الفنان الإماراتي الذي تجاوز 70 لم يتزوج بعد، وقد قال أنه يبحث عن زواج يتوفر فيه الحب الحقيقي، ويرفض الزواج لمجرد تلبية العادات أو ضغوط الأهل، لأنه يرى أن هذا النوع من الزواج غالبا ما ينتهي بالانفصال أو المشكلات المستمرة. الفنانة المصرية ميسرة التي تعد من أكبر الفنانات العازبات لم تتزوج حتى الآن، رغم أنها في منتصف الخمسينيات. ميسرة أعلنت أن تجاربها الفاشلة في حياتها جعلتها تفضل الاعتماد على نفسها، وصعبت عليها التعامل مع الرجال. الفنانة المصرية حورية فرغلي هي أيضاً من العازبات في الوسط الفني، كانت قد خطبت فيما مضى، لكن خطيبها فسخ خطبتهما يوم العرض الخاص لفيلم كلمني شكراً بعد رؤيته لها في مشهد جريء داخل الفيلم. بعد ذلك توفي خطيبها الثاني قبل الزفاف بيوم واحد، وحتى الآن لم تكرر تجربة الارتباط في حياتها. الجميلة مي عز الدين هي أيضاً لم ترتبط رسمياً سوى مرة واحدة فقط بخطبتها للاعب كرة القدم محمد زيدان، لكن الخطوبة انتهت بعد شهور قليلة، ومنذ ذلك الحين لم تتزوج مي رغم شهرتها الكبيرة وجمالها اللافت. ميس حمدان، الفنانة الأردنية كانت قد أعلنت في عدة حوارات تلفزيونية أنها لم تجد الرجل المناسب لها، مشيرة إلى أنها تبحث عن الرجل الناجح خفيف الظل الذي يحدث انسجاما بينهما. منى فضالة، هذه الفنانة المصرية أعلنت أكثر من مرة أنها تعاني من عقدة من الرجال بسبب الصدمات التي تعرضت لها في حياتها. لم تجد نجمتنا هذه حتى الآن الشخص المناسب الذي يغير فكرتها عن الرجال. الفنان المصري الكبير محمد محيي الذي تجاوز عمره 51 عاماً هو أيضاً لم يتزوج،
رغم أغنياته الرومانسية الشهيرة. أوضح نجمنا في إحدى لقاءاته أنه لم يكن ضد فكرة الزواج، لكنه لم يجد الشريكة المناسبة التي تفهم طباعه وطبيعة عمله. الفنان المصري أحمد عيد تأثر بتجارب الزواج الفاشلة من حوله، وقال في لقاء تلفزيوني سابق إن الزواج ليس بالأمر السهل، بل هو مسؤولية صعبة، وأن الأمر في النهاية يخضع للقدر. النجمة منى شلبي لم تتزوج حتى الآن لأنها لن تتزوج إلا إذا شعرت بالحب وفق تعليقها. لا تهتم منا بفكرة الزواج لمجرد التخلص من العنوسة، بل تريد أن تتزوج ممن تشعر تجاهه بالحب الحقيقي. الفنانة ناهد السباعي كانت ستتزوج، لكنها ألغت فكرة زواجها قبل ساعات من إقامة المراسم، مبررة ذلك بخوفها من مسؤولية تكوين أسرة. النجم السوري محمود نصر بطل مسلسل كريستال لم يتزوج بعد، ونفس الأمر ينطبق على النجم محمد الأحمد الذي كشف قبل أكثر من عام أنه يعيش قصة حب، لكنه لم يعلن ارتباطه حتى اليوم. الفنانة اللبنانية المثيرة للجدل باميلا الكيك أعلنت أنها لم تجد الرجل المناسب حتى الآن للارتباط. النجمة السورية القديرة نادين خوري كانت قد اختارت العزوبية منذ زمن طويل، مفضلة عدم الزواج والبقاء عازبة رغم تقدمها في السن. نداء شرارة التي لا تزال على عتبة الثلاثين وصفت بالعانس من قبل أحد متابعيها، ورغم قسوة الوصف ردت نداء بأنها لا تعتبر نفسها عانسا وأن هذا المصطلح ليس لها. الفنان المصري الوسيم أحمد عز الذي تجاوز الأربعين لم يتزوج بشكل رسمي بعد، مشيرا إلى أنه ما زال يبحث عن فتاة أحلامه التي تقدر عمله وتساعده على النجاح. الفنان المصري خالد أبو النجا الذي اقترب من عتبة الخمسين لا يفكر في الزواج بسبب خوفه من الفكرة التي تشكل عقدة له، مشيرا إلى أن حالات الطلاق الكثيرة من حوله جعلته يرى أن الزواج تجربة فاشلة. الممثل اللبناني القدير جورج خباز يعتبر هذا النجم الزواج سرا مقدسا من أسرار الكنيسة وخطوة حيوية في حياة الإنسان، ويرفض جورج الالتزام بمعايير محددة في الحياة، مشيرا إلى أن البعض يتخذ قرار الزواج خوفا من الوحدة أو لرغبته في الاستمرار بعائلة. النجم اللبناني طلال الجردي كشف أن علاقاته العاطفية لم تتوج بالزواج، معربا عن أمله في أن تكون ظروف الزواج بين أديان مختلفة أسهل. لا يستبعد طلال فكرة الزواج، لكنه يعتقد أن الشاب كلما تقدم في العمر أصبح قراره بالارتباط أكثر تعقيدا. النجم اللبناني كارلوس عازار يصف الزواج بالخطوة الصعبة والجريئة، مشيرا إلى أن الزواج مؤسسة معقدة بنظره تتطلب تفاعل رجل وامرأة بشخصيات مختلفة لبناء حياة مشتركة، ويؤكد على أهمية تقبل كل طرف للطرف الآخر وضرورة التعاون لبناء حياة جديدة وظروف مشتركة. النجم اللبناني طارق سويد يرى أن الزواج مسألة دقيقة، ويعتقد أنه عندما يكون جاهزاً ليصبح أباً قادراً على تحمل المسؤولية وحماية أطفاله من المشاكل النفسية، حينها سيتخذ قرار الزواج. ملك جمال لبنان والنجم الوسيم وسام حنا عند سؤاله عن موعد زواجه أجاب إيدي بزنارك، دون أن يكشف عن موقفه من الزواج أو خططه المستقبلية لهذه المؤسسة. النجم شربل زيادة يصف الزواج بأنه تحد يتطلب تسوية مستمرة وصيانة للعلاقة من خلال الحوار والتنازلات المتبادلة، وقد أشار إلى أنه كان في علاقات جادة مرتين انتهت كل منهما قبل الزفاف بفترة قصيرة بسبب خلافات على تفاصيل الزواج. بالنسبة له الأهم هو الأطفال وليس مجرد الزواج لتجنب الوصول إلى الطلاق.
النجم اللبناني وسام صليبة يرفض المعايير التقليدية المتداولة حول الزواج، خاصة فيما يتعلق بسن الزواج، ويعتقد أنه لا يوجد معيار يلزم الرجل بتحديد موعد زواجه، مشيرا إلى أن الأشخاص الذين يتزوجون في 40 أو 45 يعيشون بسعادة، مؤكدا أهمية المشاعر المتبادلة. وقد ذكر أنه كان في علاقة عاطفية لم تكلل بالزواج بسبب عدم تكافؤ المشاعر بينهما.